السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات نعمان الشهية. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكريب اللي كيجيو مالحين وكيجيو صحيين 100% اللي بالسبانخ اللي زيبينار وبالشوفان. بصراحة هاد الكريب كيجيو زوينين بزاف. خليكم معايا نشوفوا طريقة التحضير والمكونات اللي غنحتاجو في هاد الكريب. بالنسبة للمكونات هنايا كما كتشاهدوا معايا، عندي هنايا لي زيبينار. كما كتشاهدوا لي زيبينار الشكل ديالهم كيفاش كيكون بعد ما غسلته هنايا ونقيته. هنا كما كتشاهدوا عندي 200 غرام ديال الشوفان. حنا ما غنستعملوش فهاد الكريب الدقيق، غنستعملو الشوفان بما انه كريب صحي. وغنستعملو هنايا نصف لتر ديال الحليب، وعندي 3 البيضات، وعندي شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. هنايا كما كتشاهدوا معايا عندي الزبده. هنا بالنسبه للزبده اختياريه كما كتشاهدوا معايا، غنديرها غير باش ما تكسرش ليا هذا العجين ديال الكريب. هنا الحشو، بالنسبه للحشو كما كتشاهدوا معايا عندي هنايا مطيشه، وعندي الخص، وعندي الكفته ديال اللدان. خليكم معايا نشوفوا طريقه التحضير ديال هذه الوصفه اللي كتجي زوينه بزاف واللي هي صحيه بزاف. كما كتشاهدوا معايا هنا غادي نبدا. اول حاجه غادي نقطع هذوك لي زيبينار كما كتشاهدوا، كيكون الشكل ديالهم على الشكل هذا. لي زيبينار كما كتعرفوا انهم موجودين يعني في الاسواق يعني وبثمن ديال رخيص، يعني كتكون الحزمه واحده اولا القبطه كما كنقولوا يعني كدير 5 دراهم 4 دراهم تقريبا، هذا هو الثمن ديالها. بالنسبه للعبار ديال اولا المقياس اللي غنحتاجو في هاد لي زيبينار، هنا غندير 200 غرام، يعني تقريبا حوالي 200 غرام ديال لي زيبينار اللي غادي نطحنوهم على هذا الشكل. فهاد يعني إذا كان عندكم مولينكس مزيانه ولا شي حاجه تطحنوا فيها، انا غنستعمل هاد الماكينه هادي اللي كتطحن ديال الخضار وديك الشيء، غادي نستعملها على هذا الشكل هذا صافي. ومن بعد ندوزو باش نخلطوا الخليط ديالنا كامل. بعد ما طحنا هذاك لي زيبينار ديالنا كما كتشاهدوا الشكل ديالهم كيفاش كيولي، يعني غير باش يسهل لنا الا كانت عندكم هذيك كبيره، يعني غديروا المكونات كاملين في دقه باش تخدموا في دقه واحده. هنايا يعني غادي نضيف ليهم الشوفان كما كتشاهدوا، عندي هنا كما قلت لكم 200 غرام ديال الشوفان هنايا، وعندي هنايا كما كتشاهدوا جوج معالق ديال الزبده. كما قلت لكم الزبده كتبقى اختياريه، غتقول هذا كيدير لنا كريب صحي ولكن كيدير لنا الزبده. الزبده بالنسبه لجوج معالق ما غتبانش قدام 200 غرام ديال الشوفان و 200 غرام ديال لي زيبينار، يعني حنا استعملنا غير فقط على قبل هذيك العجينه ديالنا ما تكسرش. كما كتشاهدوا غادي نضيف هذاك الزبده، وغادي نضيف هنايا ثلاثه البيضات كما كتشاهدوا، ثلاثه البيضات نضيفهم هنايا حتى هما صافي. وغادي نضيف هذيك الشويه ديال الملح وشويه ديال البزار كما كتشاهدوا الشكل ديالهم صافي. ونبدا نخلط الخليط ديالي على هذا الشكل عاوتاني، من بعد نضيفوا لي الحليب. غادي نستمر على الطريقه ونتلاقى. كما كتشاهدوا غادي نضيف هنايا الحليب كما قلت لكم، يعني نصف لتر ديال الحليب كما كتشاهدوا صافي. نستمر من جديد نخلط هذا الخليط ديالنا حتى يتجانس باش ندوزو نحضروا هذا الكريب ديالنا اللي كما قلت لكم راه كيجي صحي وزوين بزاف. كما كتشاهدوا معايا من بعد ما طحنا هذاك الخليط ديالنا كما كتشاهدوا، هنايا دائما هذيك المقله ديال اللي غادي نديروا فيها الكريب كنمسحوها انا بالزيت، شويه ديال الزيت صافي. كما كتشاهدوا هنايا الخليط ديالنا ها هو الشكل ديالو كيفاش كيكون، يعني كيجي زوين كيجي رائع. هاد الكريب اللي كيجي صحي كما قلت لكم صافي، كنديروا الكريب ديالنا على الشكل هذا كما كتشاهدوا صافي. كنحاولوا اننا نوزعوا الخليط ديالنا جميع الجوانب على الطريقه هذه كما كتشاهدوا، صافي توزع هذاك الخليط ديالنا جميع المقله على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا الشكل ديالو صافي. وبهذا يكون الكريب ديالنا مزيان كما كتشاهدوا، ها هو غادي يبدا يطيب بشويه بشويه. دائما البوطه خصكم تنقصوا عليها، ما تخليوش البوطه تكون مجهده
باش يجي الكريب ديالكم مزيان وما يتحرقش. هنايا غادي نبقاو نتسناو على هاد الكريب حتى يطيب كما كتشاهدوا الشكل ديالو من هنايا، عاد باش نقلبوا الجهه الاخرى كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما طاب لينا كريب من الجهه الاولى غادي نقلبوها على هاد الشكل هذا كما كتشاهدوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، يعني زوين، يعني حتى داك اللون ديال لي زيبينار كيجيو زوينين كما كتشاهدوا الشكل ديالو كيكون خضر وزوين. صراحه هاد الكريب هذا صحي 100%، يعني كما قلت لكم الصراحه حنا كنحاولوا اننا كاين الناس كيبغيو الكريب ولكن تيخافوا حيت فيه الزبده بزاف وفيه يعني الدقيق وفيه يعني شي حوايج اللي يعني غير صحيين. حنا تعمدنا اننا نديروا داكشي صحي ويكون زوين. غادي نستمر على الطريقه، نحضر معكم وحده اخرى ثانيه باش تشوفوها وديك الساعه نشوفوا الطريقه النهائيه ديال هاد الكريب. دائما كما قلت لكم هنايا هذيك المقله ديالكم ديال لي كريب كديروا لهم دائما واحد الشيفونه وكدير لهم الزيت صافي، فقط يعني غير باش ما يلصقش لينا داك الكريب صافي. وكنديروا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا، كنحاولوا دائما اننا نوزعوا لي كريب ديالنا على هذا الشكل دائما حتى يمشيو جميع الجوانب كما كتشاهدوا. يعني الصراحه انا كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه وهاد الوصفه. دائما كنحاول انني نحضر لكم وصفات اللي يكونوا صحيين، والناس اللي حتى هما كيبغيو لي كريب ولكن ما كيبقاوش الطريقه كيفاش انهم ياكلوا دوك لي كريب، يعني خاصهم واحد الوصفه اللي تكون صحيه صافي. هنا كنتسناو عليها بين ما طابت هذيك الكريب ديالنا كما كتشاهدوا بهذا الشكل هذا. كنحاول دائما انني نوزع هذاك الكريب ديالنا على جميع الجوانب ديال المقله كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا صافي. وبهذا يكون الكريب ديالنا غادي يوجد ويجي زوين، يعني صحي 100%. نتمنى انكم تجربوا وانا غنستمر على هذه الطريقه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هذا الكريب. بعد ما وجد لينا داك الكريب ديالنا كما كتشاهدوا جا زوين كما كتشاهدوا الشكل ديالو، غادي نصايبوا الحشو ديالها. كما قلت لكم الحشو تقدروا تستعملوا اي حاجه بغيتوا. انا هنايا اختاريت لدن بما اننا حنا غنديروا هذيك يعني الكريب يكون صحيين، غنديروا لدن كما كتشاهدوا صافي. غادي نديروا هذه القطعه ديال لدن انهم يتشحروا في المقله ديال الزيت. هنا ما درتش الزيت في المقله، عفوا درت غير مسحت المقله شويه ديال الزيت فقط، ولا درت ليها شويه ديال الملحه والبزار صافي. نخليهم يطيبوا ومن بعد نتلاقاو باش نديروا الحشو ديالنا. خليكم معايا. كما كتشاهدوا هذاك الكريب ديالنا كما كتشاهدوا الشكل ديالو كيفاش كيجي زوين، يعني كيجي رائع كما قلت لكم. يعني هذا الكريب صحي 100%، يعني ما فيش شي مكونات باز دقيق. درنا الشوفان اللي هو صحي ودرنا لي زيبينار اللي حتى هما صحيين صافي. هنايا كما كتشاهدوا الشكل ديالهم غادي نعمرهم هنا كما كتشاهدوا ديك الكفته اللي شحرنا حتى هي درناها يعني على واحد الطريقه اللي زوينه بزاف، يعني ما درناش زعما مقليناها في الزيت ولا شي حاجه، فقط شحرناها كما كتشاهدوا صافي. غنديروا هذاك الخص ومطيشه كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا. كنحاول انني نوزع جميع الجوانب كما كتشاهدوا صافي، ونحطوا هذا الكريب ديالنا كما كتشاهدوا الشكل ديالهم كيفاش كيكون رائع. نفس الطريقه حتى هذه غنديروا لها نفس الطريقه كما كتشاهدوا، نحاول نوزع الحشوه من الجوانب. يعني كما قلت لكم ان هذا الكريب يعني صحيين ما فيهمش
يعني كما كتشاهدوا فيهم كل شيء مكونات صحيه، ما فيهاش يعني شي حاجه اللي غادي تضر الجسم ديال الانسان ولا شي حاجه. صافي فقط جوج ديال المطيشات على الشكل، نديروهم على شكل ساندويش، وكيبقى الشكل حسب الرغبه نتوما، ديروا كما بغيتوا هاد لي كريب ديالكم. وبهذا نكونوا قدمنا لكم واحد الوصفه اللي جديده وصحيه 100%. نتمنى اننا نكون عن حسن الظن ديالكم، والتقيوا ان شاء الله في وصفه قادمه من وصفات نعمه الشهيه. ما تنساوش دائما الاشتراك على القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بالجديد، وتهلاو في راسكم.